بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع. الله الذي أحاط ملكه بسياج القدرة والقهر، وتعددت أبسطة رحمته فكان منها البر والجو والبحر، وتسربلت في مكنون غيبه أسرار إيجاده للحصى والدر، وتلونت أطياف رحمانيته بخلقه فكان النفع والضر، ومكن التمييز في إدراك الكائنات معاشها بالحلو والمر. توجهت قلوبنا إليه بالشكر واللسان بالحمد أقر، ورفعنا الأكف إليه ضراعة أن يرزقنا حين البلاء الصبر. واشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن خواطر العقل وأوهام الفكر. بشر المتقين بجنات ونهر ومقعد صدق عند مليك مقتدر. أمر بكل ما يصلح أحوال الأفراد والأسر، وحث على العناية بالناشئة منذ الصغر. واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر، تفضل الله عليه فأجرى على لسانه بيان ما نهى وما أمر، وجعل طاعته واتباع نهجه سبيلا إلى جنة ذات أنهار وثمر، وجعل عصيانه ومخالفة أمره سببا لمس سقر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر. ما تعاقب الليل والنهار وكلما أشرقت الشمس أو بزغ القمر. وبعد، جمعنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنان مقاعدا. لقد ازدادت المشاكل الأسرية في عصرنا، وقد ساد في كثير من الأسر اللا استقرار، بل وقد وصل بعضها للطلاق. ولعل من أهم أسباب هذه الحالات هو سوء التعامل داخل الأسرة. ولهذا السبب ارتأت اللجنة المنظمة للدورة التأهيلية للحياة الزوجية في طبعتها الثانية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ مصطفى بدواي حفظه الله ورعاه، أن تكون محاضرة اليوم تصب في ميدان المعاملات الأسرية. فلم نجد خيرا من أستاذ فاضل ومدرب ماهر مشهود له بالعمل والإتقان ليتحفنا وينيرنا بمحاضرة بعنوان مهارات التعامل الأسري، ألا وهو الأستاذ الدكتور بالمامون الزبير. فليتقدم مشكورا غير مأمور، وليعذرني على تقدمي بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الكريم. أيها الأخوة الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة المعادة. في بداية هذا اللقاء وهذه الكلمة وهذه المداخلة، أو ضع لها عنوانا كما شئت، يطيب لي ويشرفني أن أجلس في هذا المكان الذي باستمرار يخفق فيه قلبي نظرا لوقع هذه المنابر وهذه المساجد في المساجد، وكان الله في عون إخواننا الأئمة ومشايخنا. بداية تشكراتي الخاصة للإخوة القائمين على هذا المسجد، بداية بإمامه وأعضاء لجنته الدينية الموقرة، وإلى مشايخنا وإلى رجال الأعمال الذين يسهرون ويعملون على التنظيم. وأشكر جميع الحضور الذين أبوا إلا أن يحضروا هذه المداخلة. سائل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان الحسنات، فهو المقصد. وأسأله سبحانه وتعالى أيضا أن يوفقني فيها لأقول ما يمكن قوله. وأول ملاحظة يمكن أن أبدأ بها، إن هذا الموضوع أيها الإخوة الأفاضل لا تسعه حصة واحدة أو جلسة واحدة، وإنما يحتاج إلى مجموعة حصص وإلى مداخلات. الشيء الذي صعب علي جمع موضوعه وعناصره،
وبالتالي حاولت أن أقسم هذه الكلمة إلى ثلاثة عناصر كبرى أساسية، محورها التعامل الأسري بين الزوجين. وإذا كانت الأسرة تحتوي الزوجين في المقام الأول فدون شك أيضا تحتوي الآباء والأمهات كما تحتوي في بعض الأسر بطبيعة الحال في المقام الأول الأبناء، وبالتالي سنعطي كل ذي حق حقه. نبدأ بواجباتنا نحو أبائنا كمتزوجين، وواجباتنا كأزواج، وواجباتنا نحو أبنائنا وأطفالنا، وهذا هو محور هذه الكلمة. لكن قبل هذا، وأشكر الأخ أيضا المنشط الذي تفضل حيث طرح إشكالية وبدأ بأسباب الذي جعلت هذا المجتمع يعيش في كثير من التناقضات، في كثير من الأزمات، في كثير من السلوكات التي لا ترضي الأفراد ولا الجماعة ولا المجتمع ولا الدولة، وهي في تدهور بشكل دائم ومستمر. وحتى لا نرى الأشياء كلها بمنظار سوداوي، علينا على الأقل أن نرتدي نظارات رمادية حتى لا تكون بيضاء كاملة. وإذا قلنا بعض الأشياء فإنما نقولها من أجل تشخيص الحال والبحث عن القضايا التي يمكنها أن تساهم في علاج بعض القضايا المختلفة. إذن هناك بعض المشاهد التي أردت أن أنطلق منها، وهي صور واقعية إن لم نعيشها نحن المتواجدون في هذا المسجد الطيب المبارك يعيشها المحيطون بنا في كل مكان. وهي هذه المشكلات الموجودة في البيوت التي نشأت ولها مدة معينة أو التي ستنشأ أيضا، أكيد أنها ستصاب بهذا الداء، وهو داء البرود العاطفي. كثير من الأسر يسودها البرود العاطفي بين الأزواج وبين الأزواج وأطفالهم وأبنائهم، وقد تكون هذه البرودة العاطفية أسوأ وأخطر من الطلاق في حد ذاته، وسنقف عندها قليلا. أيضا الطلاق أيها الإخوة الأفاضل الذي عم المجتمع وأصبح ظاهرة سوداء تؤرق المهتمين، تؤرق الأئمة، تؤرق رجال الإعلام، تؤرق رجال القانون، تؤرق المجتمع ككل، حيث تعرفون جميعا أن معدل الطلاق في الجزائر تعدى 6%، ووصلت في السنة الماضية على سبيل المثال سنة 2017 69,000 حالة طلاق بمعدل 187 طلاق في اليوم الواحد، بمعدل 8 حالات طلاق في كل ساعة. بمعنى بعد أن تنتهي هذه المداخلة تكون تفككت على الأقل 8 أسر، وبالتالي الأمر خطير ويدعو إلى دق جميع أجراس الخطر. أيضا مشكلة أخرى، ظواهر اجتماعية فاسدة كثيرة ومتنوعة، ولهذا لا أظن أن أحدنا يجد الرضا التام وهو يتجول في الشارع أو هو في السوق أو هو في مركب أو هو في أي مكان آخر، لأنه يجد المضايقات الكثيرة والمتنوعة من جميع الأطراف. إن دل هذا على شيء إنما يدل على أن التربية في الأسرة غائبة، وقد استقال الآباء والأمهات من هذه الوظيفة، وبالتالي نشأ لدينا في هذا المجتمع ما نلاحظ ونرى ونسمع. أيضا استقالة فردية وجماعية من وظيفة التربية. الكثير منا أيها الإخوة الأفاضل، وهنا أخاطب الإخوة الآباء والأمهات، أن كثير منا استقال عن وظيفته التربوية أو من وظيفته التربوية، إذ أصبح مركز اهتمامنا هو العناية بالأجساد وترك العقول والأرواح. ولذلك تجد الواحد منا ربما يخاف على أبنائه من البرد ومن الحر ومن الجوع ومن الألم، ويسعى جهده يومه وليله من أجل أن يسد رمق جوع أبنائه أو أن يوفر لهم مسكن أو سيارة أو حاجات مختلفة، لكنه بالمقابل لا يقيهم حر جهنم، وهو الأخطر وهو الأمر، وكلكم يعرف ذلك. وقد وصانا الله سبحانه وتعالى بل أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلنا نارا وقودها الناس والحجارة. أيضا هيجان وقلق وصراخ وضرب وشتم وسب، تجدون هذه الظواهر كلها في المجتمع. ربما بيوتنا نحن المتواجدون تخلو من ذلك، ونحمد الله على هذا، لكن لو تسمعون ما يحدث في كثير من البيوت والأسر لقشعرت جلودكم وأبدانكم.
أيضا عنف الأبناء والتمرد وكثير من الظواهر السلبية التي يشتكي منها الآباء تجاه أبنائهم كثرت وتنوعت وأرقت كثير من الآباء، وقوموا بالزيارات إلى السجون ودور إعادة التربية لتعرفوا هذه الحقيقة. أيضا إنها بضعة مشاهد التي ترونها يوميا، أظن بل أجزم أن سببها الرئيسي هو أن هذه الأسرة لا تقوم بوظيفتها، أو أن هناك خلل معين ينبغي معالجته وينبغي الالتفات إليه، ومن ثم جاءت هذه المداخلة مساهمة منا في إلقاء بعض تسليط الضوء على بعض الجوانب التي تعرفونها جميعا، لكن أحاول فقط أن نذكر بها. وكلكم يعلم أن المحاضرة ربما تقدم فقط بعض المعلومات، في حين أن المطلوب منا مهارات كما هو موجود في العنوان، والمهارات لا نصل إليها إلا بعد تغيير القناعات وتغيير السلوكات، وبطبيعة الحال هذا الأمر لا يمكن أن يأتي من خلال مداخلة أغلب ما فيها معلومات ويعني أفكار. إذن هذا بالنسبة لهذه الإشكالية الأولى. ثم هناك فرضيات وهناك أهداف إلى غير ذلك، أحببت أن أبني هذه المداخلة بهذا الشكل حتى تكون يعني ورقة يمكن لهذا المسجد أن يساهم بها. ومن هذا المنبر أقترح على الإخوة القائمين على تنظيم مثل هذه الدورات أن يجمعوا هذه المداخلات وأن يقدموها أيضا في نهاية المطاف كمشروع لكتيب أو كتاب يسهم به هذا المسجد من أجل أن يضع بصمات وأن يترك أثر. كما أدعوهم أيضا بهذه المناسبة إلى ترقية هذا العمل، هم مشكورون عليه من خلال جعل هذه الدورات للعامة أن يخصصوها من خلال مدربين ماهرين متخصصين متميزين، ونحن نعلم أن في الجزائر ثلة من هؤلاء، بل إن كبير المدربين والاستشارين وسرين جزائري وتعرفونه جميعا، يكفي أن تعود إلى اليوتيوب لتجد كثير من المداخلات، إنه السيد الدكتور الفاضل سمير دهريب، من كثيركم يسمع به أو سمع له وقد استضافته القنوات الوطنية، ويعمل في مؤسسة الأمير الدولية وله إجازات وشهادات من كبار متخصصين في هذا المجال كالدكتور طارق سويدان ومصطفى أبو السعد وغير ذلك، وهذا من حظ الجزائريين. دورة تدريبية مدتها 3 أيام بمعدل 6 ساعات في اليوم، 18 ساعة للذين يريدون المشاركة فيها. ربما ثمنها يبدو لنا باهظا جدا، إذا قيل لك أن ثمن هذه الدورة 5000 دينار ستجد أنها يعني تكلفتها مرتفعة جدا، في حين لو أننا سألناك ما هي تكلفة العرس والتدابير وثمن تلك المصاريف لوجدتها يمكنها أن تدرب الآلاف. ليلة واحدة يطعم فيها الضيوف يمكنها أن تدرب آلاف. لا أيضا بذكر هذا، نحن في الجزائر اختيارية، وهو يدعو بجد لأن تصل إلى جميع الراغبين في الزواج، لكن في ماليزيا كما تعلمون جميعا المقبلين على الزواج يتدربون لمدة 3 أشهر في معاهد مغلقة حتى يحصلون على هذه الشهادة. لماذا؟ لأن الهدف منها هو الوقاية حتى لا يقع هؤلاء المتزوجون الجدد في كثير من المشكلات التي سيتخبطون فيها، وبالتالي يحتاجون إلى استشارات وإلى تدريب وإلى رجال قانون ومحامين وأئمة إلى غير ذلك، حتى نقطع دابر هذه الأشياء كلها. أولى بنا أن نتكون في هذه المجالات حتى لا نصل في نهاية المطاف إلى التخبط في المشكلات الكثيرة المتنوعة الموجودة في كل البيوت بدون استثناء. فقط أن المجتمع الجزائري كما تعرفون مجتمع كتوم، هناك من يذكر ما يحدث وهناك من يتكتم عليه، لكن في نهاية المطاف بيوتنا بدون استثناء فيها هذه المشاكل. ويقول المستشارون النفسانيون والمستشارون الأسريون في هذا المجال، إنك إذا سألت زوجان حديثا العهد بالزواج ولم تجد لهما أي مشكلة فهذا مؤشر خطر ويدعو إلى الخوف وليس إلى الإطمئنان، لأن هذين الزوجين لا يكتسبان مناعة معينة، وبالتالي ربما أبسط مشكلة يتعرضان إليها يمكن أن تهدم هذا البيت، ويمكن لهذه المشكلات حسب الدراسات الحديثة أن تصل إلى 1300 مشكلة خلال 10 سنوات، بمعنى 130 مشكلة على الأقل في السنة الواحدة، بمعنى مشكلة على الأقل في 2 أو 3 أيام. إذن
حياتنا بدون مشاكل أيضا لا طعم لها، لأن العواطف والانفعالات والتوترات أيضا تعطي هذه الحياة أيضا طعمها ولونها وشكلها بل حتى ورائحتها. هذا بالنسبة لهذه المقدمة. إذن أول ما أبدأ به هو أن ننظر إلى هذه الأسرة التي تعتبر الدرع الحصين التي تحمي أفرادها من الأب والأم والأبناء، وإذا كانت ممتدة أيضا آباء الأزواج أو في بعض الحالات أيضا زوجات أبنائهم، وبالتالي الأسرة كما تعلمون تقلصت كثيرا في مجتمعنا حيث كانت ممتدة ثم أصبحت الآن يعني بسيطة نووية تتكون من الزوجين وأبنائهما في كثير من الحالات، وبالتالي هذا أيضا تحدي في حد ذاته لأنه يحرم كثير من المتزوجين الذين انفصلوا مباشرة بعد الزواج من كثير من الخبرات وكثير من التجارب وكثير من الاحتكاكات التي تنمي لديهم هذه الخبرة. في نهاية المطاف نقول إن مثل هذه الدورات تهدف لشيء أساس وهو الوقاية وليس العلاج. كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يبحثون عن الآئمة، ومن خلال بعض الدراسات 28% من الأزواج يبحثون عن الإمام في آخر مطاف حينما يطلق المرة الثانية الأولى والثانية والثالثة ويصبح طلاق بائن بيننا كبرى وحلف ومش عارف واش دار وحرمها إلى غير ذلك، يتجه نحو الإمام ليس ليستشير وإنما ليجد له حلا فقهيا ومخرجا حتى يمكنه أن يراجع أو يعيد زوجته، وهنا يكون الأمر قد فات أوانه، وبالتالي الاستشارات أولى من الأحكام الفقهية في هذا الباب. وبالتالي أيضا هنا نقول للإخوة الأئمة عليهم أيضا أن ينظروا إلى هذه القضايا من هذا الباب، وفي كثير من الحالات تكثر بعض القضايا من خلال بعض الفتاوى التي تهدم البيوت وليس تبنيها. لماذا؟ لأن الاستشاري متخصص في علم النفس وعلم الاجتماع وإلى غير ذلك، في حين أن ربما الفقيه ينظر كحكم فقهي فقط، وبالتالي هذا الحكم يمكن أيضا أن هو بطبيعة الحال حكم الله تعالى وشرعه، لكن كيف يتصرف في تبليغ المعنيين بالأمر ربما هنا تكون بعض الإشكالات. أيضا المقدم الأول في البيت التي فيها أبوين هو الوالدان أيها الإخوة الأفاضل، وهذه القضية لا أريد أن أقف عندها كثيرا لأن بر الوالدين مقدم على أي شيء آخر ما لم تكن فيه معصية لله سبحانه وتعالى. حينما تكون هناك طلبات الأزواج والأبناء وطلبات الآباء والأمهات فحتما طلبات الآباء وطلبات الأمهات هي الأولى وهي في المرتبة الأولى وهي المقدمة، ولهذا بر الوالدين وتقديمهما على الزوج والولد لا بد أن يكون في أولى أولويات هذا الزوج وتلك الزوجة. وبالتالي أيضا هؤلاء الآباء أيضا بالمقابل عليهم أن لا يتدخلوا كثيرا في شؤون ابنهما وزوجته، لأن في كثير من الحالات تحدث المآسي وربما تتأزم القضايا، وفي كثير من الحالات لم يطلق الأزواج زوجاتهم وإنما طلقت من آبائهم وأمهاتهم. يحكي لي أحد الإخوة والله يعني إنسان فاضل وله مكانة كبيرة وأستاذ جامعي إلى غير ذلك، كان يدرس في مكان آخر فلم يستطع أن يغضب والدته فطلقت له زوجته، ما بغاتهاش قالت له خطات كان كل شيء نديره، دفعت القضية في المحكمة ودارت محامي وجرتها لي حتى طلقتها له، ومن بعد مسكرها ندمة. لماذا؟ لأن فيها ظلم لتلك السيدة، لم يكرهها ولم يسجل عليها الشيء التي تدعو إلى الطلاق، لكن بعض الآباء سامحهم الله للأسف الشديد يقومون بهذه الأفعال المدمرة للبيوت ومدمرة للأسر ومدمرة للحياة المستقبلية لابنهما، في حين أنه بدافع حب الابن ربما نتصرف بأخطاء وأخطاء لا علاج لها. أيضا الله سبحانه وتعالى أوصانا، ولذلك أوصى الأم ثم الأم ثم الأم، حينما جاء ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يا رسول الله، قال أمك ثم أمك ثم أمك، في هذا الحكم ثم أبوك، في هذا الحكم أحكام تربوية أخرى ربما لا أقف عندها كثيرا، لكن الشيء الذي نستشفه من هذا الحديث النبوي الشريف أن الأم مكرمة لوظيفتها التربوية 3 أضعاف الرجل، وبالتالي المهمة التربوية تقع كثيرا على الأم لأنها أولى بالتربية من غيرها من المهام الأخرى التي زج بها المجتمع للأسف الشديد في أيامنا هذه. وسنتحدث أيضا عن هذه النقطة التي جعلت بعض النماذج التربوية تجعل الطفلة، ولا أتحدث عنها الآن حتى لا أعود إليها،
كثير من بيوتنا يربون البنات على خدمة إخوانهم، فالولد يعني مقدر وله مكانته، وليس هو الذي يفرش فراشه، وليس هو الذي يحمل الأواني للمطبخ، بل وليس هو الذي يقوم بهذه الأعمال. وبالتالي يتعلم من الصغر أن الأخت التي ستكون في يوم من الأيام زوجة هي التي تقضي له كل حاجته، وبالتالي يكبر وينمو وينشأ وهو اتكالي، ويبحث دائما عن من يخدمه، حتى إذا أراد أن يتزوج أيضا يبحث عن امرأة عاملة لتستمر خدمات هذا الزوج بهذا الشكل. وبالتالي أيضا هذه نقطة سوداء ينبغي أن نلتفت إليها أيها الإخوة الأفاضل. علموا أبناءكم الذكور في بيوتكم يساعد أخواتهم ويساعد أمهم ويساعد في أشغال البيت، لأن الحياة حياة تشاركية نتقاسم فيها الأعباء جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفته زوجته وزوجاته رضي الله تعالى عنها أمهاتنا، يقولون أنه كان يخصف نعله ويكنس بيته ويقوم بما يقوم به الرجال. لفتة طيبة جدا، معناها العرب في الجاهلية وفي الإسلام في بداية كانوا يقومون بهذه الأعمال، نحن ربما لا نرضى أن نقوم بذلك على الإطلاق، وخاصة إذا جات أمك تزورك وشافتك لا في المواعين ولا في الدار تغسل ولا تعاون في مرتك تولي كارثة الكوارث. لا، المسلم ليس هكذا أبدا. العادات والتقاليد للأسف الشديد هي التي أفسدت فينا كثير من السلوكات، وليس الدين. الدين بريء من هذه الأشياء، بل تكون مأجورا حتى حينما تفكر، حتى حينما تنوي، فما بالك حينما تشتغل وتعمل. إذن هذا بالنسبة للآباء، ولا أريد أن أقف كثيرا عند هذه النقطة، لأننا جميعا نعرف، ودروس الجمعة كثيرا ما تدور حول هذه القضايا عن بر الوالدين وطاعتهما وخفض الجناح لهما إلى غير ذلك. لكن بالمقابل على هؤلاء الآباء أن يكونوا أيضا بمثابة الآباء وبمثابة الأم. الأمومة والأمومة من معانيها العواطف والحنان والحب والتضحية إلى غير ذلك، فلا ينبغي للأب أو الأم أن يفقد هذه الصفات حتى لا يضيع حياة ابنهما وزوجته. ننتقل إلى الطرف الهام والمهم جدا، وهو طرفي هذه القضية. والإخوة الأفاضل المقبلين على الزواج عليهم أن يعرفوا كثير من الحقائق حتى لا يصطدموا فيما بعد. لماذا؟ لأن حياة الخطوبة يقول الخبراء هي أجمل وأحلى وأحسن الفترات التي يعيش بها الفرد. العزب رحمت بسم ستمرون بهذه المرحلة إن شاء الله ولا تعيشون الخداع، لكنها أيضا أكثر المراحل خداعا. الخطوبة ومرحلتها هي أهم مرحلة عاطفية انفعالية، فيها من العواطف والانفعالات ما فيها، لكنها أيضا ملأة بالخداع. ولذلك سيكتشف الزوج زوجته وتكتشف الزوجة زوجها حينما يلتقيان، وتبدأ تلك الأحلام في الانكسار للواقع الذي يعيشانه، وبالتالي يجد أنه كلاهما كان يخادع الآخر لسبب بسيط أيضا يثبته أيضا متخصص في هذا المجال، لأن الحب يقع بطريقة لا إرادية في البداية ثم يستمر قليلا، ثم ينبغي أن تدخل في مجاله الحب الإرادي. وفي ديننا الكريم كما تعرفون المودة والرحمة، لأن الحب وهذه دراسة حديثة جدا لا يدوم. شكون اللي راه باغي يتزوج هنا ولا العزاب؟ خذوا هذه المعلومة، لا يدوم أكثر من 18 شهر، وفي أقصى حد 24 شهر سنتين. هذا الحب الذي يتحدث عنه هؤلاء العاطفيون لا يتعدى 18 شهر، في أقصى حالاته يصل إلى 20 شهر. لماذا؟ لأن الإنسان في حالة الخطوبة والمشاعر والعواطف واللقاء مع زوجه تكون هناك إفرازات هرمون السعادة، والتي تبدأ تتضاءل شيئا فشيئا فشيئا حتى تصل إلى نهايتها، وتصبح الحياة غير مثيرة، وبالتالي الإلفة بين الزوجين وتفقد هذا الطعم. وبالتالي ينبغي أن يقلع حبا آخر الذي يدوم حتى يفترق هذين الزوجين، وهو الحب الإرادي القائم على التفاهم والقائم على العشرة والقائم على خفض الجناح وعلى التغافل وعلى كثير من المعاني التي سنذكرها. ولهذا النبي سيدنا علي بن أبي طالب حينما قال إذا أحبها أكرمها، أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أستاذ، إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها. وبالتالي القلوب هذه قد
تجد زوجان لا يحبان بعضهم البعض بهذا الحب، لكن هناك عشرة، هناك أطفال، هناك أبناء، هناك حياة مشتركة، دون شك الواحد سيضحي من أجل الآخر. أيها الإخوة الأفاضل، أيضا في هذه النقطة لا ينبغي لنا حينما نعطي هذه التوصيات لا نخيف المقبلين على الزواج، وإنما ليتهيأ لذلك. إن هذه الحياة ليس فيها أن يسعدك الآخر. لو سألت أي شاب لماذا تريد أن تتزوج هذا، إذا وجد إجابة ربما تكون إجابته لأن أبواي أراد تزويجي، أو ربما لأنني وصلت مرحلة الزواج، أو ربما لأنني أشتغل الآن ولدي بيت وبالتالي لابد من أن أتزوج، أو ربما لأن الزواج نداء الفطرة وبالتالي علي أن أتزوج. كلها إجابات سيئة وليست صحيحة. الزواج شيء آخر على الإطلاق، فيه هدف، فيه رؤية، فيه رسالة، وهذه المعاني أيضا لها دلالتها. السعادة لا يمكن لأحد أن يقدمها لك على الإطلاق. تسأل فتاة لماذا تريد أن تتزوجي، فتقول ربما ليسعدني هذا الزوج، وتبدأ في الأحلام. تسقسي أيضا شاب لماذا تريد أن تتزوج، لأن الأفلام والمشاهدات والقصص اللي قراها والمخيلة اللي تخدم بهذا الشكل، يقول حتى أجد من يسعدني. والله لن تجد من يسعدك إلا نفسك. السعادة عامل داخلي وليس عامل خارجي يصدر من الآخرين، وإنما يصدر منك أنت. وبالتالي إذا أردت أن تكون سعيدا فغير ذاتك، وستتعرض لكثير من المشكلات، لكن عليك أن تنظر إليها بشكل إيجابي، وبالتالي كثير من القضايا التي تؤمن بها أيضا تنهدم. إذن هذا بالنسبة لهذه القضية. الأزواج أيضا حينما يتزوجون عليهم أن يختار، ربما لا أطيل في هذه القضايا أيضا لأن المداخلات السابقة تحدثت عن هذه المواضيع، عن الخطبة وليلة الزواج والزواج السعيد إلى غير ذلك، سأبقى فقط مركزا على هذه القضية. الحياة أيها الإخوة الأفاضل كلكم تعلمون أنها ملأ بي، يعني إذا صح تعبير، المثيرات التي تعكر الصفو، وبالتالي على الزوج أن يتفهم هذه الزوجة، وهذه الزوجة أيضا عليها أن تتفهم هذا الزوج. وأول هدية يقدمها الزوج لزوجته، وأول هدية تقدمها الزوجة إلى زوجها، نطرح سؤال هنا، شكون يجاوبنا؟ نعم، من يتدخل للإجابة؟ أهم ما ينبغي للزوج، هذا السؤال راه مطروح حتى المتزوج، ينبغي أن يقدمها لزوجته وينبغي أن تقدمها له، ما هي؟ نحسب على ثلاثة ولا ما جاوبتوش نشرب جغمامة ونجاوب أنا الروح. بسم الله، واحد، اثنين، ثلاثة، بسم الله. هذا اللي راه يسجل لي قطع شوية هذه اللقطات. نعم تفضل أستاذ. نعم؟ نعم الأبناء، وبالتالي فسنشقي كثيرا حياتنا من أجل هؤلاء الأبناء، فيكبرون جسديا ونكبر معهم بحرقة نفسية وعقلية. أهم هذه ينبغي للزوج أن يقدمها لزوجته وأن تقدمها الزوجة لزوجها هي كرامتك وكرامتها. ليس هناك بين الزوجين إذا أراد أن تستمر هذه العلاقة شيء يسمى الكرامة. ما كانش الراجل يقولك أهانتني زوجتي ولي كرامتي، خصها يدخل معها في شجار ويتعلم فيها كل أنواع الرياضات القتالية، لا. ولا ينبغي أيضا للزوجة أن تجعل كرامتها فوق كل اعتبار مع زوجها. على الرجل أن يتنازل عن كرامته، ما كان نقول كرامتها مش بغي تجفف به، لا طبعا، يعني المفهوم لا. وعلى المرأة أيضا أن تتنازل عن كرامتها حتى تستمر الحياة، لأن هذا الزوج وهذه الزوجة عليهم أن يتنازل كثيرا في هذا المجال. بطبيعة الحال كما ذكر الأخ الفاضل، الأبناء يصبحون في كثير من الحالات يعني ربما عامل إيجابي وعامل سلبي أيضا في بعض الحالات الأخرى، وبالتالي الله تعالى جعل الطلاق لهذه الأشياء حتى إذا استحالت الحياة بين الزوجين يمكن أن يفترقا، وهذا شيء طبيعي، الحياة تدعو إلى ذلك. إذن هذه القضية الأولى التي ينبغي أن يتنازل عنها هذا الزوج لزوجته، وأن تتنازل أيضا الزوجة لزوجها، حتى لا يكون هناك كثير من الاصطدامات وكثير من التشنجات وكثير من الخلافات التي تعصف في كثير من الحالات بالأسرة واستقرارها ونموها الإيجابي والطبيعي. إذن ننتقل إلى هذه القضية، وأعددت فيها كثير من الجوانب،
وسميت هذه المداخلة يعني إعداد الآباء في لتربية الأبناء، لأنها تتطلب كثير من ذلك. فأول شيء ينبغي أن نقوم به هو أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الطرفين. سأذكر بعض العناصر التي ينبغي أن تتوفر بينها الطرفين الذين يعني ربطهما عقد شرعي من أجل القيام بوظيفة الحياة التي فيها كثير من المعاني، لأن الزواج فيه إشباع عاطفي وفيه إشباع جنسي وفيه إرضاء الله سبحانه وتعالى وفيه الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه كثير من النقاط التي يمكن أن نذكرها في هذا المجال وهي كثيرة ومتعددة. لكن هذه النقاط كلها لا ينبغي أن تتوفر فيها بعض اللطخات التي يمكن أن تسيء إليها. إذن فالثقة هي العامل الأساس بين الزوجين، وبالتالي عليهما أن يثق الرجل في زوجته وأن تثق أيضا في زوجها. إذا دب الشك بينهما ستسوء الحياة. حينما تجد ربما هذا الرجل يفتش في هاتف زوجته أو في محفظتها أو في أشيائها وتفعل هي نفس الشيء، فتبدأ العلاقة في تسوء يعني تبدأ هذه الشكوك وسوء الظن إلى غير ذلك، وتتحول الحياة إلى جحيم. وبالتالي وحينما نقول الثقة لا ينبغي أن تكون ثقة عمياء مطلقة، ثقة لا، الثقة معناها المسؤولية، الثقة الحقيقية هي المسؤولية، بمعنى تكون هذه الزوجة في مسؤولية زوج يعني مسؤولية وظيفتها كزوجة، وأن يكون هذا الزوج أيضا مسؤول أمام زوجته حتى لا يكون هناك انحرافات بينهم. أيضا النقطة الثانية هي بناء علاقة بين طرفين. الدراسة تثبت أن استمرار الحياة الزوجية قائمة أساسا على العلاقات. إذا لم تكن هذه العلاقات علاقة عواطف وعلاقة تبادل المشاعر وعلاقة تضحية وعلاقة أقلها حسن الجوار بين طرفين رجل وامرأة، فإن هذه الحياة أيضا ستتأثر سلبيا. وبالتالي نجاح الأسر كما يقول الخبراء في هذا المجال قائمة على 70% في أساسها على هذه العلاقات الإيجابية بين الزوجين، 10% بقية على الأشياء الأخرى. إذن ينبغي أن تكون هناك علاقة ربانية، علاقة حب، علاقة احترام، علاقة ثقة، علاقة كرم، علاقات يعني إيجابية هي التي تصنع هذا المجال هذا. وبالتالي إذا وجدت هذه العلاقات الإنسانية الطبيعية، ونحن كمسلمين بطبيعة الحال ينبغي أن نربطها بديننا دائما من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، فستكون هذه الحياة أسعد ما يكون. ولهذا حينما نتحدث الآن عن بعض القصص والأمثلة الكثيرة في الغرب والتضحيات إلى غير ذلك، وجدت في مجتمعنا الإسلامي العربي قرون وقرون هذه الظواهر التي تعتبر منارات وتعتبر إنارات وتعتبر أيضا قصص رائعة في جانب الحب الذي كان يجمع بين الزوجات والأزواج، وهي كثيرة ومتعددة ولا يسمح المجال بذكرها. أيضا نقطة إجهامة جدا وهي تعزيز السلوكات الإيجابية. كلما بدا سلوك إيجابي من زوجتك، وإحنا رأنا مثلا الإخوة الحاضرين هنا متنوعي الشرائح إخوان والأخوات بشكل عام، كلما كان هناك سلوك إيجابي من أحد أطراف علينا أن نشجع، علينا أن نمدح، علينا أن نثني عليه، لا أن نتغافله أو أن نسكت أو لا نشير له بأي إشارة تقدير. التقدير شيء طبيعي لدى الإنسان، الإنسان محب للمدح، محب للثناء، لديه كثير من الحاجات النفسية في هذا المجال هذا تحتاج إلى إشباعها، وأنت لا تخسر شيء أصلا إذا قمت بهذه المفاتيح السحرية، كلمة أعتذر وأنا آسف وأشكرك وأنا أحبك، هذه كلمة بسيطة جدا لكن مفعولها مفعول سحري في النفوس. وبالتالي علينا أيها الإخوة الأفاضل أن نركز على تعزيز السلوكات الإيجابية. كلما بدا سلوك إيجابي من أب أو أم أو زوجة أو طفل أو ابن أو صديق أو عميل أو شريك إلى غير ذلك، فعلينا أن نمدح وأن نشكر وأن نثني على هذه السلوكات. لماذا؟ لأنها تكسب الثقة وتعزز تقدير الإنسان لذاته وتدفعه باستمرار إلى العمل بشكل يعني فيه جد، فيه دافعية، فيه إنتاج في نهاية المطاف. ولهذا سلوك سلبي يمكن أن يدمر حياة ويمكن أن يؤدي إلى كثير من
السلبيات في المجتمع، وسنتحدث عن بعض الظواهر السلبية التي حينما نصل إلى التعامل مع الأبناء. هنا أقف قليلا فقط لأحكي قصة في هذا المجال هذا، وكلكم يعلم أن القصة لها ذوقها وطعمها وتأثيرها. فننظر كيف تعامل أب مع طفله في قضية واحدة، تعامل معها أب آخر في بشكل آخر تماما، وأعطت نتيجتين مختلفتين تماما في دقيقة واحدة. أحد الأطفال في المدرسة ضاع منه قلم الرصاص، إما أنه سرق أو ضاع أو سقط إلى غير ذلك. حينما جاء إلى البيت قال: أين قلمك يا بني؟ قال: ضاع مني. فأخذ لعقة ساخنة من أبيه، قلم رصاص حليس والله رحمه، 1000 فرنك ولا 1500. فأراد هذا الطفل أن يثبت في الغد أنه قادر على أن لا يسرق منه قلمه ولا يضيع منه، وبالتالي سرق قلما لزميله، ففتحت شهيته إلى أن التقى بصاحب الكتاب هذا الذي يحكي هذه القصة إلى مجرم محترف في السرقات. فقال: بدأت أسرق زملائي في القسم، ثم انتقلت سرقتي إلى الأقسام المجاورة، ثم انتهى بالمطاف إلى سرقة مكتب المدير في حد ذاته، ولم تعد السرقة كحاجة وإنما أصبحت كحرفة. وأنا الآن أمام كثير من القضايا، أبحث عن محامي حتى يمكنه أن يعينني في إيجاد مخرج لهذه القضية. انظر، سلوك لم يعالج بشكل صحيح وسليم. في المقابل أيضا قصة أخرى، أحد الأطفال ضاع منه قلمه، فسأله والده: أين قلمك؟ قال: ضاع مني. قال: وكيف أتممت كتابتك؟ قال أحد الزملاء: أعطاني قلمه. فقال: أظن أنك أعطيت شيء أو طعام أو بعض الدنانير من أجل تلك الخدمة. قال: لا يا ولدي، وإنما أعطاني هذا القلم. فقال: لا أريدك أن تكون أسوأ منه، ينبغي لك أن تكون أفضل منه، ومن اليوم فصاعدا فخذ قلمان أو قلمين. كي نشوف الأستاذ بوعنيني تخلط لي اللغة العربية، خاطر الفوايو تاع اللغة غالب تمشي خطرات. إذن فلماذا لا يكون لديك قلمان، أحدهما تكتب به والقلم الآخر سميه قلم الحسنات، حتى إذا ضاع قلم أو أحد التلاميذ ضاع قلمه أو لم يجد بما يكتب فستقوم بهذا الدور. ويحكي هذا الأب فيقول: إن ابني كان متكاسلا وكان لا يحب الدراسة ولا يحب المدرسة وكان ضعيفا في دراسته، لكن حينما قدر لأن المعلم قال: من لديه قلم إضافي؟ فرفع ابني يده وأعطى هذا القلم إلى زميله، شعر به المكانة وبالعزة، وشفت الثناء وش يدير. فجعل من هذا الطفل هذا يضيف إلى ذلك القلم 5 أقلام أخرى، فأصبحت في مقلمته 6 أقلام، سماها أقلام الحسنات. ثم يحكي هذا الأب فيقول: إن ابني الآن متزوج ولديه أطفال ورئيس أكبر جمعية خيرية في بلدنا. شوف السلوك كيف ماذا يحدث. وفكرة مليحة، علموا وليداتكم، يدي شوية ماكلة زيادة في كرطابة، يدي قلم ولا زوج زيادة، ماشي تعلمها باللي عندك لا قلم كيطيح، عندك لا يدو الكريوك، عندك لا يدو الستيلوك، عندك لا يقطعوا لك ورقة. بالعكس، ينبغي لنا أن ننمي هذه السلوكات الإيجابية التي تصنع من أبنائنا مفخرة لنا في هذا المجال. هذا الكتاب رائع جدا، للذي يحب المطالعة والقراءة يقتنيه. هو كتاب التربية بالحب للدكتور محمد عبد الله ابن العاطي. فيه: إذا أردت أن تربي بالضرب فاستمع إلى هذه القصص، 250 تجربة واقعية. دون شك في نهاية المطاف حينما تقرأها تجد أن الضرب هو أسوأ ما يمكن أن يكون كوسيلة تربوية. أيضا تعديل السلوك، حينما نعزز السلوكات الإيجابية بالمقابل علينا أيضا أن نعدل السلوكات السلبية، لكن بطرق تربوية، بطرق بيداغوجية، بطرق لا تجرح النفوس، بطرق لا تعمق الفجوة، بطرق تجعل هؤلاء الأطفال ربما يكرهون حتى سلوكات آبائهم، بل ويكرهون حتى آبائهم. وفي هذا الكتاب كثير من القصص التي تجد أن بعض الأطفال يدعون على آبائهم باستمرار دعوة الشر. لماذا؟ لأن بسلوك بسيط جدا هناك من كسر ذراع ابنه، هناك من فقع عينه، هناك يعني جرائم كثيرة تحدث في حقوق هؤلاء الأطفال بشكل بارع وبقضايا بسيطة جدا. ولهذا احذر أن تنفعل فتعاقب، لأنك في هذه الحالة لا تربي وإنما تنتقم كما يقول المربين. حينما تضرب طفلك لأنه ضرب لم تعالج القضية، مثلا ولدك ضرب أخوه، حينما تضرب هذا الطفل عالجت السلوك بنفس الأسلوب الطفلي،
وبالتالي التربية هذه لها أيضا فنون ولها مهارات كثيرة جدا. أيضا يعني هناك أشياء كثيرة جدا علينا أن نحاول أن نتجاوزها. سنضع هذه المداخلة في الفيسبوك وفي صفحة المسجد للذي أراد تحملها وربما الاستفادة منها فليفعل. أيضا هناك خطوات هامة جدا وبسيطة يمكن أن تحقق هذا التكافل وهذا التفاعل وهذا التوافق وهذا النجاح وهذه السعادة بين الزوجين نحتاجها جميعا، وهي تمثل الضوء والماء والهواء الذي يحتاجه النبات. الأسرة تماما تحتاج إلى عوامل إيجابية حتى تنمو وتزهر وتكون إيجابية. واحد، الأمان النفسي. الأمان النفسي ضروري في هذه الأسرة، ولهذا كثير من الأطفال أو كثير من الأزواج حينما لا يجدون هذا الأمان النفسي ربما يبحثون عنه في جهات أخرى وتكون الكوارث. اسألوا الخائنات والخائنين زوجيا لماذا؟ لأنهم لم يجدوا بعض هذا الأمان. اسألوا كثير من الأطفال والمنحرفين لماذا قاموا بهذه السلوكات؟ لأنهم لم يجدوا الأمان النفسي الضروري في بيوتهم وبالتالي بحثوا عنه في جهات أخرى. كيف يمكن لطفلك على سبيل المثال أن يكون متفاعلا مع أصدقائه، يتحدث ويتفاعل ويتعامل معهم ويضحك ويمزح إلى غير ذلك، لكن حينما يأتي إلى بيته يصبح شيئا آخر وكأنك لا تعرفه ولا يعرفك؟ لماذا؟ سبب ذلك أيها الإخوة الأفاضل بطبيعة الحال هو هذا التعامل الذي وسع الفجوة بين الآباء وأبنائهم، ومن ثم أصبح هذا الطفل غريبا في بيته. عوض أن يتعامل مع أبيه وأمه وبهذا التفاعل أصبح يتفاعل مع غيره ومع أصدقائه أكثر مما يتفاعل مع بيته بسبب هذا السلوك، هذا الأمان النفسي المنعدم لتجارب مر بها هذا الطفل، وبالتالي يؤثر السلامة ويؤثر الانطواء ويؤثر الانعزال ويؤثر الصمت كرد فعل. أيضا الحوار، وهو أهم وسيلة من وسائل التفاعل بين طرفي هذه الأسرة، بين الزوج وزوجته وبين الزوجين وأبنائهما. وكلنا يعرف أيها الإخوة الأفاضل أن الحوار والاستماع والإنصات وهذه الوسائل إنما تجعل ابنك يكبر أكثر، فلا تحطمه بلسانك. حينما تستمع إليه وتصغي إليه وتعطيه بكليتك فإنه يشعر بأنه لديه وجود في هذه الأسرة، سواء كان الزوجة أو الزوج أو الطفل. وللأسف الشديد أيضا في بيوتنا، وبدا هذا الأمر يسوء يوما بعد يوم نتيجة لوجود هذه الوسائل التواصل الاجتماعي، حيث جعلتنا ننفصل عن بعضنا البعض رغم أننا في ربما يعني مساحة جغرافية لا تتعدى 100 متر، كلنا غريب عن الآخر. والغرابة الأكثر هي أن الواحد منا يتصل بالغرباء ويترك والده ووالدته وزوجته إلى غير ذلك. وبالتالي الحوار ضروري جدا، والمناقشة والإصغاء والاستماع للطرف الآخر. يقول أحد كبار المشهورين عالميا والمدربين الذين بيعت كتبهم بملايين الكتب، وهو روبن شارمان معروف هذا، يقول في أحد المرات ركبت في طائرة فجلس بقرب أحدهم وبدأ يحكي وأنا أستمع لمدة 6 ساعات. عند كتاب مليح هذا بالمناسبة، قروه يعني فيه حقائق وتجارب شخصية وفي نفس الوقت فيها حكم هي لا شك موجودة في ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هؤلاء المهتمين بالتدريب والتنمية البشرية والكوتشينج إلى غير ذلك مصطلحات كثيرة، أن يعودوا إلى تراثنا وفكرنا وثقافتنا وديننا، يستخرجوا لنا هذه الدرر حتى تكون مضربا للأمثال. لماذا نحتاج إلى هؤلاء الغربيين حتى نتعلم منهم؟ للأسف الشديد كما نتعلم كل شيء. فيقول لأنني أدرك أن الإنسان يحب أن يحكي ويحتاج إلى من يستمع إليه. فيقول في الغريب في الأمر لم يسألني حتى من أنا وإلى أين أنا متجه وما هو اسمي. 6 ساعات ويحكي والآخر يسمع. كم بإمكاننا أن نستمع أيها الإخوة الأفاضل لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا. في دراسة أيضا أجريت وجد أن أفضل مستمع هو الإنسان الإيطالي بمعدل 12 دقيقة، وأسوأ مستمع للأسف الشديد هو المواطن العربي الذي لا يتجاوز سمعه وإنصاته على الدين تاعنا. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا وانصتوا، يعني ربي علمنا كيف ننصت ونستمع إلى غير ذلك، لكننا نأبى إلا أن نكون غير ذلك. نصف دقيقة فقط حوار، نصف دقيقة حوار. جرب غير يكون واحد يحكي لك وبدأت تشوف فيه وشد له في ذه وبدأت تسمع منه ماذا سيحدث.
سيحبك أكثر لأنك استمعت إليه. ولهذا كثير من الحاجات لا تريد المرأة إلا أن يستمع إليها زوجها، ولا يريد الزوج إلا أن تستمع له زوجته، ولا يريد كثير من الأبناء إلا أن يستمع إليهم آباءهم. في دراسة أيضا أجريت في هذا المجال، سؤال طرح على مجموعة كبيرة جدا من الأبناء، ما هو الشيء الذي تريد أن تحظى به من أبويك؟ الله أكبر، هذه الدقائق هي المشكلة. فكانت الإجابة الأولى 100% من جميع الذين شملهم الاستبيان الإصغاء والاستماع. الحالة الثانية بنسبة 80% الحب. إن بيوتنا للأسف الشديد نعم فيها حب، لكن ما فيش قواعد الحب التي سأختم بها. 4 دقائق لا تكفي على كل حال. نعم وهي الأذن صح، 4 دقائق الأذن. نعم، إذن هذه القضية الثانية الحوار. ثالثا المسؤولية، ينبغي للأب أن يكون مسؤول. لماذا تزوجت وأنشأت أسرة؟ هل هكذا تبنى الأسر؟ تعلمون أن الأسرة القوية هي الدولة القوية، ولا يمكن أن نتحدث على أن الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع إن لم نبنيها البناء الصحيح. إن لم يبني المجتمع هذه الأسرة بناء سليما صحيحا، لا يمكن لهذه الأسرة أن تكون خلية سليمة تبني بقية الخلايا ليصلح هذا المجتمع. أيضا الحاجة العاطفية شيء طبيعي وملح عند الكبار وعند الصغار. تكون تحب من يحبك وأنت صغير، وتحب العناق، وتحب الضم إلى غير ذلك، وتحتاج إليه أيضا أيها الأخ الفاضل في سن حينما تصبح كبيرا. اسألوا الكبار ما هو الشيء الذي يشتاقون إليه ويحتاجونه. لا يحتاجون منك إلا أن تجلس معه وأن تقترب منه وأن تستمع إلى حكايته حتى ولو أعادها 10 مرات. ومقياس الشيخوخة هنا أيها الإخوة الأفاضل، حينما تجدون الفرد يحكي عن تاريخه وشبابه وماضيه، اعلم أنه في مرحلة الشيخوخة. هنا ينبغي لك أن تتدخل من أجل أن تعطيه أذنك. إذن مقولة تربوية، الأبناء يكبرون بالآذان حينما نستمع إليهم، ويصغرون بألسنتنا حينما نسيء إليهم، وحينما نشتمهم ونضربهم ونعيرهم ونقبح ذلك في وجوههم. هذا عن الأزواج. ننتقل الآن في عجالة أيضا إلى الأبناء ثم ألخص قضية الأبناء. ما هو الشيء الذي يريده الأب من ابنه؟ في كثير من الحالات نجد كثير من الشكاوى من الآباء، إما أنهم يقارنون أو أنهم يريدون أبناءهم أن يكونوا بالشكل الذي يتصورونه، في حين أن الحقيقة ينبغي أن تمر بهذه الدوائر الضرورية. أولا الإدراك الصحيح، ينبغي لك أن تدرك بشكل صحيح سليم من هو الطفل وما هي مواصفاته، ومن هو المراهق وما هي مواصفاته، وما هي خصائص هذا الإنسان في هذه الحالات العمرية. وبالتالي حينما يقوم بهذه السلوكات، في كثير من الحالات هي سلوكات طبيعية، لكن النماذج التربوية التي تربينا عليها تبدو لنا أنها قلة أدب، أو أنه خروج عن المعتاد، أو أنها يعني عدم طاعة الوالدين، وتدخل فيها دعوة الشر وكثير من الأشياء، في حين أن هذه سلوكات طبيعية عادية. ربما ستتفاجؤون إذا قلت لكم إن 60% من الأسر تتعرض إلى العدوان اللفظي من أبنائها. يقول لك ما نديرش وبعدني وما نسمع لكش، كاينة ولا ما كانش؟ موجودة، موجودة في كل البيوت. كاين اللي يقول كاينة، كاين يقول لك لا، لا أولادي مربيين عمرهم ما يرفعوا يديهم. العكس، في الطفولة إذا لاحظت أن طفلك مطيع ويستمع إلى كل شيء، ولا يستجيب لكل شيء، ولا يرفض أي شيء، ولا يقول لا، ينبغي لك في هذه الحالة أن تخاف من مصيره، لأنه سيكون سهلا وسيستجيب وسيقوده كل من هب ودب، ويمكن لنهاية أن تكون خطيرة جدا. بل ينبغي لهذا الطفل أن يكون لديه قليل من العناد، ولديه أيضا قليل من التمرد، ويستطيع أن يقول كلمة لا حتى يكون نفسه و يرتب قضاياه وشخصيته، وبالتالي يصبح لا يقوم بالأشياء إلا إذا اقتنع بها، ولا يمكن أن يكون عرضة وتبعا لغيره. إذن في كثير من الحالات نريد السلبية والسكون لهؤلاء الأطفال، في حين علينا أن ننمي لديهم بعض المواصفات ليس فيها عنجهية وكبر وسلوكات سيئة، وإنما استقلالية وثقة في النفس. أيضا هناك الجانب الثاني، وهو الفهم الصحيح. لماذا يقوم هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأزواج بهذه السلوكات؟ علينا أن نفهمها. حينما نفهمها ننتقل إلى الدائرة الثالثة، وهي
التفسير الصحيح، وحينما نفسر صحيحا ونفهم ذلك فإننا نصل في نهاية المطاف إلى السلوك الصحيح. وبالتالي هذه الدوائر علينا أن نحسن يعني التحرك وسطها حتى نفهم الآخرين. نواصل أيها الإخوة الأفاضل. إذن هناك بعض الأشياء التي تجعل هذه البيوت سعيدة أو تجعلها أيضا شقية، ومن ذلك ألا يبرز الزوج هذا يعني عيوب زوجته بشكل دائم ومستمر وفي كل الأماكن وفي كل الحالات، وإنما عليه أن يحبها وأن يفهمها وأن يحترمها وأن يثق فيها. أيضا هناك بعض العوامل التي تجعل الأب دورا محوريا، إذا قام بها سيكون هو محل احترام والتقدير والحب والولاء والطاعة إلى غير ذلك. يعني أمور بسيطة جدا يمكنه أن يقوم بها. وهنا ربما الكلام موجه لإخواننا الآباء وللذين سيكوننا أيضا مستقبلا أبناء. أولا احترام الأم أمام أبنائها وإظهار ذلك للأطفال، حتى إذا كبر هذا الطفل وهذا الولد أصبح يحترم زوجته ويقدرها. حينما تجد الأب يهين زوجته أمام أطفاله في واقع الأمر، يعني هذه الأسرة غير ليست قائمة على هدى. أن يكون الأب أيضا نموذجا وقدوة في هذه التربية. التربية ليست يعني قضية بسيطة جدا، وإنما يسميها عبد الكريم بكر بأنها بمثابة الحرب التي تحتاج دوما إلى الاستعداد وإلى الجهد وإلى الجهاد وإلى السهر. لماذا؟ لأنك تريد في نهاية المطاف أن تصل إلى إيجاد نماذج يباهيك بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا تناكحوا تناسلوا تناكحوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة؟ بمن سيباهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بطبيعة الحال هؤلاء الأفراد الصالحون والمصلحون. أيضا تناول الطعام معا وقراءة القصص للأبناء وإظهار الحب والعطف على الأبناء. هل تعلمون أن في الغرب لا يمكن للأفراد الأسرة أن يجتمعوا على طعام واحد أو الأصدقاء؟ يعني إلا في الحالات النادرة جدا. يحكي أحد الكبار الدكاترة المغاربة في أحد الجامعات الكندية، قال في أحد المرات جاءتني دعوة لتناول طعام مع السيد مدير تلك الجامعة مع بعض الأفراد، فتعجبت لماذا اختارني أنا. فحينما تناولنا العشاء كل واحد منا جاءته فاتورة دفع يعني ثمن ما أكل، فقال في واقع الأمر أنا ضيف ومدعو لهذه الوجبة، على الذين دعانا أن يدفع هذا الثمن. قال لا، في عاداتنا وتقاليدنا حينما نريد أن نجتمع كأصدقاء علينا أن نلتقي من أجل طعام واحد. شوف احنا الحمد لله، الحمد لله تعالى على هذا القصاع وعلى هذا المواكل وعلى هذه الخيرات وعلى هذا الاجتماع، قيم إيجابية كثيرة جدا لا وجود لها حتى في الطبقات الراقية هناك. إذن حتى لا أطيل كثيرا أنتقل إلى الملخص لأن الوقت لا يكفي، وبالتالي هذه المداخلة لخصتها في 20 نقطة إذا صح التعبير، وهي بمثابة نقاط يمكن أن تدل دلالات معينة على معاني متنوعة. أولا الأسرة لا تبني مجتمعا، بل المجتمع هو الذي يبنيها. في كثير من الحالات التي نسمع فيها أن الأسرة هي الخلية وهي الركيزة الأساس في المجتمع، لكن هذه الخلية لا يمكنها أن تكون بهذا الشكل إلا إذا بناها هذا المجتمع وأحسن بناءها. وفي مقدمة هذا البناء هو الزواج المتوافق، الزواج الدائم، الزواج السعيد القائم على الحب والمودة والعطف. أيضا أهم علم بعد للمسلم بعد علمه بالله تعالى وصفاته وأسمائه وبسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه أن يتعلم علوم تربية الأبناء والأطفال والتعامل مع الكائنات البشرية. وبالتالي في مقدمة ما ينبغي أن تعرفه أيها الأخ بغض النظر عن التخصص والوظيفة التي أنت فيها، عليك أن لا يكون لك بعض العلوم في مجال التربية والتعامل، لأنها ضرورية لأنك تتعامل مع الإنسان في المقام الأول. أغلب المتزوجين تزوجوا بدون أهداف واضحة، وقد قلت ذلك في المقدمة، لكن المحطات المقبلة هي التي يمكن أن تعين وتعيد القاطرة إلى سكتها. أيضا 28% كما ذكرنا من الأزواج يقصدون الآئمة من أجل إيجاد بعض الحلول في حين كانوا في غنى عنها إذا تعلموا قضايا التي تربط الأزواج بزوجاتهم وبأبنائهم، وبالتالي لا يبحثون عن الآئمة والمشايخ ليفتوا لهم ب
إمكانية رد هذه الزوجة أو إرجاعها إلى غير ذلك، وإنما قبل أن يصلوا إلى هذا الموصل عليهم أن يستشيروا الأخصائيين في الجوانب الأسرية. أيضا نسبة 60% من الطلاق عند المتزوجين تقع في السنة الأولى الزواج، بمعنى 40% من الطلاق قد يأخذ 20 أو 30 سنة. ممكن تلقى واحد عايش مع مرته 40 عام وطلقها، بمعنى هذه النسبة نتاع 40% دامت حتى وصلت إلى 40 سنة، وبالتالي هذه النسبة المرتفعة دلالة بسيطة على أن كثير من الأزواج الجدد ليس لديهم مناعة وليس لديهم تصور صحيح سليم لهذا الزواج، وبالتالي مع أول العقبات أو أول العثرات يعني انفصلوا عن بعضهما البعض. أيضا هذه النسبة وإن كانت مرتفعة إلا أن الأخطر منها أيها الإخوة الأفاضل وجود هذه الأجساد لرجال ونساء في بيوت تربطهم عقد شرعي لكنهم مطلقون طلاقا عاطفيا حيث تنعدم الحب والعواطف والمحبة إلى غير ذلك، وفي كل التخصصات والمجالات إن لم يقم أحدهم أحد الأفراد بعمله بجد وحب ومتعة بطبيعة الحال الحياة لا يكون لها طعما، ولهذا أكثر بيوتنا إن لم يكن فيها طلاق وانفصال ففيها طلاق اجتماعي عفوا عاطفي، وهو خطير وخطير جدا. أيضا الخطوبة قلنا هي أكثر الحالات أو أكثر المواقيت جمالا لكنها أيضا أكثر خداعا. أول هدية ينبغي أن يقدمها الزوجان لبعضهما البعض هي كرامتهما. أيضا لا تبني سعادتك على الآخرين لأن سعادتك أنت من يصنعها. لغات الحب 5 لغات علينا أن نتقنها وهي كلها موجودة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللغة الأولى هي لغة الحب، ولهذا كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل كيف أنا عندك يا رسول الله فيقول كالعقدة، أو يسأل الصحابة من أحب الناس إليك يا رسول الله فيقول عائشة. وبالتالي كلمات الحب والمخاطبة بهذه اللفظة ضرورية وهي من القواعد 5 لبقاء هذه العلاقة. أيضا الهدية لغة الهدية يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وبالتالي على الأزواج أن يتبادل هذه الهدية لأنها تديم المودة. قد تكون أشياء رمزية لكنها التفاتات تنمي هذه اللغة. أيضا الوقت ينبغي أن تنفق من وقتك من أجل زوجتك فتجلس معها وتحاورها وتتحدث إليها وتتحدث معك، لأن أوقاتنا كلها للأسف الشديد نعطيها لأصدقائنا ووظائفنا وأشغال أخرى وربما للتلفزيون إلى غير ذلك، لكن أهم من ينبغي أن يأخذ هذا الوقت هي زوجتك. أيضا الحب بالمبادرة، عليك أن تكون مبادرا وتشعر هذا الطرف الآخر بهذه الكلمات وبهذه العواطف. أيضا كثيرا ما تتدخل العائلات للأسف الشديد في إفساد زواج أبنائها من خلال تصوراتهم ومن خلال ما يريدونه من هؤلاء الأبناء والزوجات إلى غير ذلك، وبالتالي عوض أن يعالجوا بعض المواقف يعملون على إفسادها وربما تطليق زوجة ابنهما أو العكس. أيضا تعليم الولد خدمته من طرف أخته في النماذج التربوية تجعله أيضا كسولا ومحبا فقط على من يخدمه باستمرار، وبالتالي ينظر إلى هذه الزوجة على أنها أمة أو أنها خادمة ينبغي أن تخدم في البيت وينبغي أيضا أن تخدم خارج البيت وينبغي أن تقوم بكل هذه الواجبات، وهو يعني جالس لا يحرك ساكنا وإنما يحتاج إلى من يخدمه بشكل دائم ومستمر. أيضا غياب التدريب والاستشارات والمفاهيم الحديثة التي أصبحت الآن ضرورة ملحة ينبغي لها أن تعود إلينا، وهذه قلنا خطوة من خطواتها، والآن هذا المجال تطور كثيرا من تدريب في المساعدة الزوجية والعلاقات الأسرية إلى غير ذلك. ظهر أيضا تخصص آخر إذا صح التعبير وهو الكوتشينج، حيث يكون هناك العميل ويكون هناك الكوتش يعمل على أن يستمع لمشاكل هذين الزوجين ويتدخل من أجل الإصلاح. والحمد لله أيضا في مدينتنا هذا ظهرت كثير من الجمعيات التي تسعى إلى الصلح ذات البين، وهي جهود كلها محترمة. أيضا رخصة القيادة التربوية لا بد منها، إلا يعقل أن تسوق مركبة معينة فتتدرب وتحصل على تدريب عملي ونظري لتسوق مركبة آلة شيء ربما يمكن لجميع الناس أن يسوقوه أو يقودوه، في حين لا تملك قيادة الأسرة والقيادة التربوية، وهذا المهم وهذا هو الخطير وهذا هو الذي ينبغي أن يكون في المقام الأول. أيضا قلنا يكبر الابن
بالأذن حينما تصغي وتستمع إليه، ويصغر ويسقط حينما تعيره بلسانك. إذن لديك عضوان ينبغي أن تستخدمهما أحسن الاستخدام، العضو الحساس الفعال هو الأذن أن تستمع، والعضو السليط اللسان عليك أن تضع له حدا. أيضا يكبر الزوج بالإنجاز وتكبر المرأة بالعواطف، الرجل يحب من يقدره ويحترمه ويذكر مآثره، تحب المرأة أيضا أن تمدح وأن تشكر وأن يلتفت إليها في هذا المجال. أيضا العلاقات الحميمية، هذا الطابو الذي لا نتحدث عنه له حلاله وله حرامه، ينبغي للأزواج والمقبلين على الزواج أيضا أن يدركوا هذه القضية، وربما في الدورة التدريبية التي سيلتقي فيها هؤلاء المستشارون مع المقبلين على الزواج ينبغي الحديث في هذا المجال بكل دقة وبكل التفاصيل. أيضا الوقوع في الحب لا يكون في البداية لا إراديا ولا يستمر أكثر من سنتين، لكن ينبغي إعادة البناء فيدوم بالمودة وبالحب وبالعشرة وبالصبر وبالتغافل وبغيرها من العوامل. في النهاية أيضا 69% من المشكلات الزوجية لا حل لها. أيها الحالمون أيها المقبلون على الزواج، 69% من حالات المشكلات الزوجية لا حل لها على الإطلاق، تبقى 31 فيها حلول. لكن كيف تحل هذه النسبة؟ تحل بها أحد أمرين: بالزمن لأنه جزء من العلاج، وبالتعايش معه. خذ أي زوجين وسقسيهم تلقى عندهم مشاكل، لكن تلقاهم متعاشرين ومتعايشين ومتراضين إلى غير ذلك، لكن لا ينبغي لهذه الأسرة أن تستمر بهذا الشكل. آخر نقطة: أسرة قوية تساوي مجتمع قوي، تساوي دولة قوية، تساوي مجتمع منسجم، تساوي مجتمع مزدهر، تساوي أشياء كثيرة جدا كلها إيجابية في هذه الحياة. بهذه النقطة أكمل أتوقف عند هذه النقطة، وأشكر الإخوة المنظمين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ومعذرة إن لم أستوفي هذا الموضوع حقه، والكلمة للأخ المنشط، والسلام عليكم. جزا الله فضيلة الأستاذ خير الجزاء على ما أفاد وأجاد، ونسأل الله أن تصل هذه الكلمات إلى القلوب. وكالعادة من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فنشكر أستاذنا بالمامون الزبير على مجهوداته الدعوية والعلمية، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بدروس ومحاضرات كهذه المحاضرة، فجزاه الله عنا كل خير. ونشكره ثانية على تلبية الدعوة، واستسمحه أن نقدم له هذه الهدية المتواضعة شكرانا وعرفانا، ويقدمها لها الحاج الهاشمي. شكرا. تفضل الحاج الهاشمي. في الأخير نذكر إخواننا المقبلين على الزواج أن هنالك دورة مغلقة يوم السبت، حيث سيتمكن المشاركون فيها من طرح تساؤلاتهم، وقد خصص جناح خاص للنساء. وما على الراغبين في التسجيل في الدورة الخاصة إلا كتابة أسمائهم في السجل المخصص والتقرب إلى أحد المنظمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.